السماوات والأرسال.
لكم يخضع ويطيع، تحلون وتربطون بحسن صنيع، وأنا أعطيكم تأييدا بسبب شرفكم يفوق كل صفات، وشهادتكم في جميع الجهات قد منحتكم أعلى درجات، ومن يحتقركم ينال العقوبات، صرتم لي من الأخصات، وعلى خير في خير رقاب، فأنتم تلاميذ الأمناء تنالون الأجر من السماوات صاعدا إلى أعلى السماوات، وأرسل لنا البارك للروح الحق المعزي. هللويا. ضحى بطرس لأجل المعبود، وصار للمسيح من الجنون، وصال بنيرون الطاغي جاحود، عدو يسوع رب القوات، طلب فانا الحسن الإقبال لميراث ملكوت الرب وفاز بالإكليل بفرح في الحال، واستحق الرفع والتطويب، ظهر جندي آخر لإيسوس لسان العطر حافظ الناموس، يسمى شاول من طرسوس، معاندا لطريق رب القوة. هللويا. عمل بتعاليم
آبا وحافظ التوراة والأنبياء وفاق أتراب الأصفياء في حب الإله وهب النعمات غمال المعلمين ناموس لقان بوليس كل الطقوس وبغيرة قيد تلاميذ القدوس وسقهم للحبس والضيقات في إحدى المرات كان سائر لطريق دمشق وهو مسافر يتمشى كالأسد زائر على تلاميذ رب القواس صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا البارقليط روح الحق سماوات فسقط على وجهه كالأموات وسمع صوتا ينادي بثبات شاول لماذا اضطهادا كلمه يسوع غافر السيئات انا هو منشئ الموجودات ارجع عن هذه التحدي فنهض لا يرى المخلوقات لم يبصر الذين كانوا معه شخص من كلمه وظهر له بل كصوت الرعد كان صوته فصاروا في رعدات وحيران صعد إلى أعلى بارك
يستفيزون وبأمر الرب عمده بقبول بعد أن صام عن زلات ندى الرسل بصوت مسموع وبشروا بين الجموع وصيروهم تلاميذ ليسوع وردوا الحياة للأموات. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباركليت روح الحق في خمسة أبيب وقتل راعي وكاروز وطبيب بطرس تلميذ يسوع الحبيب وبولس رسول مبدع الكائنات ونحن أولاد البيعة ناصية ونكون إكراما ومديع. السلام لبطرس فاصية وبولس رسول رب القوة. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا بطرس وبولس بأبوستولوس أيها الملك الرب إيسوس معطي النعمة صانع خيرات يا من أرسل رسله الأطهار وأقامهم وكلاء على الأسرار أعطينا روحك يا جريك أنهار لأنك كنز صالح. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل
كان أرسل رسله الأطهار وأقمهم وكلاء على الأسرار. أعطنا روحك يجري كالأنهار لأنك كنز الصالحات له المجد الدائم في كل حين. اختار رسول الحواريين ليكونوا باسمه مباشرين ولجلال عظمته المسيح. اختار رسله وأيدهم باقتدار ومنطقهم بكل وقار وزودهم بالقوة براهين. الرب يسوع حجر زاوية وصخرة بنيان المسيحية. أرسلهم بقوة حلت عليهم يوم الخمسين. يسوع أعطاهم التعليم فطافوا في كل الأقاليم يرد خطأ للإيمان القويم ويبشر باسمه متهللين. صعد إلى أعلى السماوات وأرسل الفادي المحب الأمين. اختار أيضا 70 آخرين وأرسلهم 2 2 ليكرزوا ويردوا الخاطئ.
الشافعين هؤلاء اختارهم عمانوئين ليذهبوا لخراف بيت إسرائيل ويردوا الضالين لنور الإنجيل فينالوا الصبغة ويصيروا ثابتين منحهم نعمة الانتصار فكرزوا في كل الأقطار وخلصوا الشعوب من الأوزار وصاروا في الكرمة وأعطاهم القوة والسلطان فتقوا وأصبحوا شجعان بيسوع فديهم المعين فرجع السبعون بفرح قائلين باسمك تخضع لنا شياطين فقال لهم رب العالمين ها أنا أعطيكم سلطانا كل شرفكم يفوق كل صفات وجهادكم ليسوع رب الكوان قد منحتكم أعلى درجات وعطيتكم الكنز سامين أقرر لكم عهدا أبدي تأكلون معي على مائدتي وتجلسون على اثنى عشر كرسي تدينون أسباط الإسرائيليين
صرتم لي من الأخصى، وعلى خير في خير ركبا. فأنتم تلاميذ الأمناء تنالون الأجر السماوي أجمعين. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباركليت روح الحق قطيع، وهو لكم يخضع ويطيع. تحلون وتربطون بحسن صنيع، والله يعطيكم تأييدا بيقين. وها أنا معكم كل الأزمان، وامنحكم قوة وسلطان لتدوسوا الحياة وتهزموا الشيطان، وتكونوا بالنعمة متسربلين. فما تربطون على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما محلولا في السماوات. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباركليت روح حق المعزي آمين هللويا. خرجت أصواتهم في كل البقاع، وبلغت كرازتهم الأسماع، وبشروا بالمسيح بكل اتضاع، وجاهروا بالإيمان وردوا تائهين. أما التلاميذ القديسين فظلوا في العليا منتظرين حتى تمام يوم الخمسين، عشرات أيام عددا كاملين.
كليا، فملاهم بالحكمة الروحية، ونالوا المعرفة الحقيقية، وبالألسنة صاروا ناطقين، حل الروح على الرسل الأطهار، ومنحهم قوة وانتصار، وأشرقت عليهم الأنوار، فكرزوا بالكلمة شاهدين. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا البارقليط روح الحق المعزي، آمين هللويا. أما بطرس وبولس رسولين بذلهما أبراء المطروحين، بمنادي وعصائب للمحتاجين، تزول الأمراض وتخرج شياطين، وبعدما كرزوا بغيرة قوية وعلم الأمم طريق الأبدية، نلا أكاليل الرسولية وأكاليل الشهادة متلاليين، ونحن أولاد البيعة نصيا، ونقول إكراما ومادين. السلام لبطرس فاصيح وبولس الرسول، آمين. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا السلام للرسل الأطهار، السلام للتلاميذ الأبرار، السلام لوكلاء الأسرار، نطلب شفاعة يوم الدين، ونحن أولاد البيت.
ناصية ونقول إكراما ومادية. السلام لبطرس الفاصية وبولس الرسول الأمين. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباركليت روح الحق المعزي. آمين. هللويا. يا من بلغت كرازة طوميل اسمع وخرجت أصواتهم للبقاء وبشروا بالمسيح بكل اتضاع وردوا الخطى والبشر أجمعين بذكورنا أمام رب القوات الإله الحي الذي لا يموت ليهبنا ميراث الملكوت بشفاعة مريم ابنة يواقيم. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباركليت روح الحق هللويا. المجد يليك لله القدير له العظمة وكل سلطان إله باقي من غير تغيير منشئ الآفاق مع الأكوان وأمدع صور وحسن شهير عليه استندات الأركان. مريم أساس كل البنيان وذخيرتنا الذهبية. مريم ذخيرة وكنز شهير للعالم قبل الأكوان. لما خلقنا إلى قدير لم يخلقنا للطغيان. صعد إلى أعلى سماوات
قريت هؤلاء الاثنين كلمات يسوع له هكذا لهذا الجموع تشبع من أين أعطاه دلائل مفيدة مع براهين تشبع الجائعين وقد أشبعنا من خبز الحياة في المراعي الحقانية بارتلماؤس النجاة في البيعة الرسولية وكرازته بمدينة أنواع مرسل من قبل الأبسطولية في الحق غيور وضع يده في المسامير حتى صار نداه مشهور من الكرازة والتبشير وأسلم نفسه كالمعصور في حب الإله القدير وصراخ ربي وإلهي أنت وريث الأزلية متى أيضا كان عشر وانتخبوا الرب القدوس وصيره رئيس أحبار يقدم له عشر النفوس صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا بارك لي روح الحق المعزي آمين هللويا يعقوب ابن حلفة وهو كتاسع ساعة من النار أشرع فيه
مدحا أوسع كمثال سعيد موت الجبار. سمعان القناوي وهو عاشر وقد قيل في الإنجيل بثبات أن التلاميذ وجدوا القادر وكان الوقت عشر ساعات عدد العشرة وهو سائر وفوق لم يجد عداد وتلميذ عاشر به انعقدت البيعه رسوليه. الداوس قال للرب المتألم يا يسوع سيدنا بخريستوس كيف تظهر لنا وليس للعالم؟ فأظهر له الرب إيسوس أن من أحب من بني آدم أجلس فوق بإسرونوس في أورشليم سمائية. متياس أيضا انتخبوا عواد يهوذا بالقرعة بعد الصعود أيضا حسبوا رسولا وكروزا يدعى. أيضا أسمو غصنا جديدا في البيعة. هؤلاء الاثنى عشرين دو في الكون وعلموا قواعد الإيمان
بالثالوثية هؤلاء الاثنى عشر ينبوع وسبع النخلة مكتوبين في نص ناموس موسى موضوع وانهار الحياة منهم نابعين وأيضا إنجيل الرب يسوع سمعنا نصه من اثنين متى ويوحنا معدودين ضمن البوكا الرسولية ومرقس سان الإنجيلين وهو نرجحون نيل الأمطار النيل خاصة للمصريين دون سائر كل أقطار إلى أعلى سماوات وأرسل لنا البارك لروح الحق المعزي آمين هللويا. مرقس كاروز المصريين وتخوم الإسكندرية لوقا قال عنه بولس وذكروا في رسائله بسبب وهو واحد معدود مخصوص من الإنجيليين سادات وسيدنا إيسوس بخريستوس إلهام أسرارا وآيات وهو الثالث من أنهار الحياة تلك الأنهار المروية صعد العريس لعلو سماء وسلم العروس لهم حقا صعيد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا البارك لروح الحق هللويا. وأرسل لهم من علا البارقليط زاد
أباً ورباً، كما غسلت أنا أقدامكم اغسلوا أقدام بعضكم بعضاً. رب الأرباب قبل الأحزان، وصار عن خليقته متألم، وقعد الصوم غسل أقدامهم مثالا لإله البارية، وصار مرتب صوم وعيد للأمة النصرانية. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباراكليت روح الحق المعزي. هللويا. وبولس الأخير صار أول وتساوى ببطرس صخرة، تجد بناء لا يتحول بناء البيعة بنيا فخر. تجد مهندس وموكل جاء أخيرا وأخذ الأجرة. تجد خطيب خطب أنفسنا للإله بأقواله العطرة، في بايعتنا بلبل صاحين وورث الملكوت السمائية. صدران شهير له حسان وسلاح، وأقواله الوعظية. الإنجيلين وهو نهر جيحون نيل الأمطار، النيل خاص للمصريين دون سائر كل الأقطار. مرقس كاروز المصريين
وتخوم اسكندرية لوقا قال عنه بولس وذكره في رسائله بسبت واختم مديحي والأقوال من مدح مريم زين الأنام سما لحمية لرب الجلال ومنها قد أوفي أقسام